متابعينا في المملكة العربية السعودية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة في أول أيام عيد الفطر السعيد. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا، 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لأول أيام عيد الفطر السعيد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 23، سكاكا طقس حار 39 إلى 26، وعرعر فرصة لزخات من الأمطار 39 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 41 إلى 25 درجة مئوية مع رياح نشطة. مدينة جدة 36 إلى 29 درجة مئوية مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. مكة المكرمة طقس غائم جزئي 42 إلى 30، والطائف 31 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 20، نفس الحرارة تقريبا والأجواء في الباحة، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 38 إلى 29 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس مشمس 39 إلى 29، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 43 إلى 27، والإحساء 44 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 42 إلى 28، بريدة 40 إلى 24، وحائل 37 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.